السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين تطبيقي من تمارين مبرهنة القيم الوسيطية في درس الاتصال. إذا التمرين يقول بين أن المعادلة x أس 4 زائد 2 x ناقص 2 تساوي 0 تقبل حلا وحيدا في المجال 1 على 2 جذر 2. إذا متى تعطى السؤال بين أن المعادلة تقبل حلا وحيدا؟ إذا هنا خص يتحقق لي ثلاثة ديال الشروط باش يمكن لي نطبق مبرهنة القيم الوسيطية. إذا الشرط الأول خصها تكون f متصلة على المجال، الشرط الثاني خصها تكون f ديال a f ديال b أصغر من صفر، والشرط الثالث خصها تكون رتيبة قطعا. إذا بالنسبة لي حنا كندرسو المجال 1 على 2 جذر 2. إذا أول خطوة هي الاتصال. إذا الدالة هي دالة حدودية، وبالتالي جميع الدوال الحدودية متصلة على R. إذا F متصلة على R لأنها دالة حدودية، وبالخصوص على المجال 1 على 2 جذر 2. الشرط الثاني هو الشرط ديال f ديال a f ديال b، يعني خصني نحسب f ديال 1 على 2. اذا عندنا f ديال 1 على 2 يساوي ماذا؟ كنعوضو x ب 1 على 2، اذا هي 1 على 2 الكل اس 4 زائد 2 مضروبه في 1 على 2 ناقص 2. اذا 1 على 2 الكل اس 4 هي 1 اس 4، اي 1 على 2 اس 4. وجوج أس ربعة ضربنا جوج في جوج ربعة المرات غتكون هي 16. إذا زائد جوج مضروبة في جوج الاختزال بجوج يبقى لنا واحد ناقص جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، إذا ناقص واحد. غادي نوحدو المقامات، المقام الواحد هو 16، إذا واحد على 16 ناقص 16 على 16، أي واحد ناقص 16 هي ناقص 15 على 16. إذا ناقص 15 على 16، وهذا عدد سالي. غادي نحسبو كذلك f ديال جذر 2. إذا كنعوضو x بجذر 2 أس 4 زائد 2 جذر 2 ناقص 2. إذا جذر 2 الكل أس 4 هي جذر 2، يمكن نكتبها كتا جذر 2 أس 2 الكل أس 2. جذر 2 أس 2، الإثنان كتمشي مع الجذر كتبقى 2 أس 2. إذا 2 أس 2 زائد 2 جذر 2 ناقص 2. إذا 4 ناقص 2 هي 2 زائد جذر 2، وهذا عدد موجب. إذا حسبنا F ديال جذر 2 ولقيناه عدد موجب، و اف ديال 1 على 2 لقيناه عدد سالب، وبالتالي جي ديال 1 على 2 جي ديال جذر 2 الجداء ديالهم كيعطينا عدد سالب. عدد موجب عدد سالب هو عدد سالب. الان دابا خصنا الرتابه، خصني نلقاها رتيبه قطعا، نلقى اف رتيبه قطعا على المجال 1 على 2 جذر 2. إذا باش يمكن لي ندرس الرتابة خصنا نحسبو الدالة المشتقة. إذا f دو x كتساوي x أس 4 زائد 2 x ناقص 2. إذا f بريم كتساوي لينا، إذا كنديرو الاشتقاق، إذا الاشتقاق ديال x أس 4 هي 4 x أس 3 زائد الاشتقاق ديال 2 اكس كيعطينا 2، والاشتقاق ديال ناقص 2 كيعطينا 0. اذا اف بريم هي 4 اكس اس 3 زائد 2. اذا دابا غادي نشوفوا الاشاره ديال اف بريم على المجال 1 على 2 جذر 2. طريقه الحال على المجال، على المجال 1 على 2 جذر 2 لدينا اكس أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي x 3 أي
اكس اس 3 راها اكبر قطعا من الصفر، ولا ضربناها في عدد موجب تكون اكبر قطعا من الصفر. اذا اي 4 اكس اس 3 الى ضفنا ليه واحد العدد موجب راه دائما تعبير موجب. اذا مهما يكون اكس كتنسامي المجال واحد على جوج جذر جوج، اف بريم ديال اكس اكبر قطعا من الصفر. اذا اف بريم راتبه او تزايديه قطعا على واحد على جوج جذر جوج. اذا ثلاثه ديال الشروط بينا بانها متصله، ولقينا بان الجداء اصغر من الصفر، ولقينا بان الداله راتبه. اذا الخلاصه حسب مبرهنه القيم الوسيطيه ثيوريم دي فالور انترميدير المعادله تساوي x أس 4 زائد 2 x ناقص 2 تساوي 0 تقبل حلا وحيدا في المجال 1 على 2 جذر 2.